شكرا معلقنا الكابتن احمد مناع. اذا انتهت احداث الفتره الاولى والثانيه بتقدم النادي الاهلي 47-33 على نادي طلائع الجيش. كابتن يعني برحب اكيد بضيوفي المره الثانيه. كابتن طاهر رجب اهلا بحضرتك المره الثانيه. الله يخليك. كابتن شكرا. كابتن سلعاوي برحب بحضرتك المره الثانيه. كابتن سلعاوي يمكن المباراه يعني شهدت يعني راح تقلبات كذا. راي حضرتك ايه فنيا في الفتره الاولى والثانيه؟ انا رايي ان لسه الاهلي لم يظهر بشخصيه النادي الاهلي. يعني رايي ان المباراه لغايه دلوقتي الاداء مش مقنع قوي بالنسبه لينا كمحللين او كلاعيبه كره سله قدام يعني. لكن الاداء بيتحسن، لكن مش هو ده اللي احنا كنا متوقعينه. النادي الجيش على الرغم عدم وجود اجنبي لكن بيلعب وند في المباراه. الدفاع شويه مش منسجم شويه، بس برضو احسن من المباريات الاولانيه. نعم. يعني بالنسبه للدفاع اللي اعتقد كمان ان المعطيات اللي اتكلمنا عليها ان شاء الله يعني احنا ان شاء الله هنكسب. بس يعني احنا قلنا مثلا ان المعطيات بتقول ان ارضنا وان الماتش ده ليه خصوصيه خاصه بحيث ان احنا خسرنا وعايزين نعوض ولكن في الاخر ان شاء الله هنكسب وهنكسب مكسب مريح. بس لازم الاداء يكون عايزين نحس ان كل مباراه عن الثانيه الاداء بيتقدم علشان يبقى ترجع الثقه للعيبه، الثقه للجهاز، الثقه للجمهور في الفرقه. اذا انا كابتن سلاوي افهم كلام حضرتك ان احنا بنتقدم ولكن حتى الان لم نصل الى الاداء المقنع اللي يرضي حضرتك. كابتن طاهر راي حضرتك عن الفني عن الفتره الاولى والثانيه. هو طبعا الفتره الاولى والثانيه طبعا كان ظهر في الصوره اثبت كلامنا قبل الماتش ان الشواهد والمعطيات بتقول ان الاهلي يكسب كتير، وبدليل ان هو في الكوارتر الثاني وصلت ل 20 بونت 34-14 بالظبط. يعني معناها ان هم الاهلي مشكلته يعني اعتقد ان هم لما بيحسوا ان الماتش هيجي في اي وقت ده بيعمل تراخي رد فعل عكسي، وتلاقي في تراخي شويه نزل السكور من 20-8 بالظبط. يعني طبعا يعني الماتش انا في رايي ان هو المفروض وان سايد جيم حتى لو هي وصل ل 8 بونت بعد 20 بونت، انما انا اعتقد ان مباراه طبعا سهله بالنسبه للنادي كمان. يعني انت عندك بنج وبنج الخمسه اللي بره ممكن يبقوا زي اللي جوه واحسن وكده، فالموضوع صح. طب كابتن طاهر تتفق مع كابتن العاوي ان النادي الاهلي يتقدم يعني مباراه بعد مباراه سواء دفاعا او هجوما في المباراه دي، وشايف هل الاداء وصل للاداء المقنع بالنسبه لك؟ لا انا ما اعتقدش ان ده الاداء بتاع فريق بهذا الحجم وبهذا الاسم لسه برضك. بس احنا زي ما اتفقنا واتكلمنا ان احنا هيبقى فتره كويسه قوي اللي هو الراوند الثاني في انك تستعيد او تعمل تتاكد من السلبيات والدروبس والحاجات دي وتصلحها. يعني خلينا نقول ان احنا بنتقدم، يعني الماتش النهارده افضل من الماتش افضل. والماتش اللي جاي المفروض يكون ان شاء الله افضل. لو لقينا ان احنا بناخد حتى ستيب وان ستيب فورورد بتهيألي ده مكسب. احنا طبعا احنا بنقول يا كابتن هيثم افضل من ناحيه ايه؟ ان بدات اللعيبه تجري في الخطوط بتاعتها، بدات اللعيبه تبقى في عمليه يعني تناغم شويه في الباصات، بدات الخطوط بدات في تحجيز، في لم كور، في بقينا نشوف فاست بريك، في كور بتطلع اسرع، في نسبه من 3 بوينت سواء مودي الجرحي جاب 2 مهيب جاب، فالشكل بدا يتحرك. لكن هو مش في الاوفنس بس في الديفنس يعني مثلا لما تنزل من 20-8 في 3-3 بوينت يشوتوا عليك متواصل وانت بقى ابتديت السكور بتاعك يقل. هي المشكله في استمرار، اهم حاجه في الباسكت يمكن كمان انت ادرى بيها الديفنس. صحيح يا كابتن طبعا دفاع انت مش هتكسب بالاوفنس. طب انا هطرح لحضراتكم تساؤلات وحضراتكم جاوبوني، يعني انا برضو يعني عايز لها اجابه. ليه بحس انا في هجوم النادي الاهلي في هجومنا لما نكون احنا في الهجوم بحس ان احنا بنجيب الباسكت بصعوبه شويه، يعني هل ده الاحساس وصل لحضراتكم ولا وصل لنا؟ وصل لحد كبير. يعني احنا في اوقات تلاقي المحترف ده
عمال يعني هو فيه عنده بنتريشن كويس, اختراقات كويسه, شوتينج 3 بونت كويس, الفاول شوتينج بتاعه نسبته عاليه, عشان داخله من دخلاته يعني هو الافرج بتاعه 38 بونت في ماتشات, 36 بونت يعني. طب هل الشعور اللي عندي ده واصل لحضرتك ان احنا ساعات بنحس ان احنا بنجيب الباسكت ممكن بصعوبه شويه, الشعور ده واصل لك ولا بتحس انه ده على فترات؟ لا على فترات, على فترات. كنت سالت حضرتك ايه؟ انا برضو رايي ان على فترات, بس اللعب بيميل للفرديه شويه. انا عندي احساس بعض الالعاب وبعض الكور ان في فرد يعني اللعب بيميل للفرديه, مع ان الباسكت لعبه جماعيه, لكن انا مش شايف ان في حاجات فيها بيدخل بيبقى فيها حتت فرديه شويه. طب خلينا يعني انا سمعت راي حضراتكم في الهجوم, خلينا نخش في الدفاع. ساعات بحس يعني ان احنا مثلا نبقى معانا 20 نقطه وفي دقيقه زي ما قال كابتن طاهر رجب كده ثلاث اربع غلطات في الدفاع, بتلاقي السكور مع فرق كبيره هتتعاقب مظبوط, مش هتقدر تعوض, مش هيبقى سهل التعويض. والدفاع هو نقطه الهجوم, بدايه الهجوم الدفاع. طب حل حضرتك ايه عشان ابقى انا اقدر اوقف اي نزيف للنقط, ما اخسرش 12 نقطه مره واحده, يعني يجي فيها باسكت اتنين اوقف ده ازاي, اعمل ايه؟ انا يعني انا رايي ان ده يقف ازاي, يقف عن طريق يعني كان زمان يقول لنا في فرق بين السرعه والهوجه. السرعه والتسرع. انك انت تسرع انك بتنقل الكره بسرعه, بتحط فاست بريك, بتحط لي اب, بتيزي باسكت. لكن التسرع ان احنا بعد ما نقطع كوره او نعمل ديفنس نبقى متسرعين في شوطه غير مناسبه. الثلاثيات يا كابتن الكل, جمعنا كل الثلاثه بونت او الكور من خارج قوس الثلاثه بونت للنادي الاهلي, بنعرضها لحضراتكم. يمكن يعني ده وضع طبيعي ان ده ملعبنا, ويمكن احنا جبنا تقريبا بس سته, بس الفاول شوتنج فيه مشكله برضو, يعني الفاول شوتنج نسبه لا تتعدى 50% 40%. عمر طارق 4-2 جاب منهم اثنين وانت في ملعبك كمان, يعني فضيل برضو واحده واحده. المفروض النسبه رايك ايه يا كابتن طه؟ هي تقريبا ده 60% 65%, ودي مشكله كل الفرق, يعني مش مشكلتنا لوحديها حكايه الفاول شوتينج. انما انا بتكلم بقى ان زي ما قلنا ان الديفنس هو اساس المكسب. يعني احنا لما تيجي تلاقي مثلا ماتش سبورتنج اللي كان هناك, هي كانت المشكله ماتش سوري السموحه كانت مشكله ديفنس. يعني اللعيب المحترف بتاع السموحه مش بهذه الدرجه, يعني مش زي اليكس يعني, ولا يجيش 10% منه, وفجاه لقيته حاط له بتاع حوالي 10 بونت 12 بونت. مفيش هيلب, مفيش بتاع, مش عارف يعني حاجه زي نزلت عليهم كده. اللغز ده في ده ايه يعني؟ هل انا ازاي اقدر انا كفرقه بتهيألي انا ما اعرفش حضراتكم قولوا لي, يعني انا بحس ان اللعيبه بتفقد التركيز لدقيقه. الدقيقه دي كافيه ان انت تتعاقب فيها ب 10 بونت لو انت فقدت التركيز, صح يا كابتن؟ طبعا ده اساسي. يعني انا بتكلم مثلا انت ولد ناشئ زي محمود وليد, خدت بال حضرتك؟ نزل حط باسكت الاول وخد فاول, اعتقد جاب الوان مور. نمره ثلاثة مسك الولد اللي اسمه ايه ده اللعيب هادي صانع العاب, صانع العاب فريق نادي طرائق الجيش. ايوه بالظبط, ده 3 بوينتر برضك يعني, وسريع وسريع جدا بين الملعب, سرعه جدا جدا. وقفه لدرجه ان طارق خير رحمه يطلعه, صحيح, رغم ان هو يعني نجح في دوره. وده ناشئ يعني, ما هو يعتبر من احسن الناشئين. صحيح, من احسن الناشئين. من احسن الناشئين الموجودين في النادي, والولد نتوقعه انه احنا كلجنه يعني ان هو الولد له مستقبل. هو ومؤمن طارق خيري. مؤمن طارق خيري لعيب كويس جدا برضه. عبد الله ناصر. عبد الله ناصر, وفي كمان ابن ياسر ابو الفتوح. مالك. دي لقطات من ارض الملعب يا كباتن, ان هم يعني طبعا في الاحماء. خليني برضه اقول ان يعني احنا اتمنى نركز شويه, بس نركز شويه في الدفاع. الماتش هيقدر هيفرق شويه معانا, بس احنا عايزين نبدا نحط من المباراه الثانيه لغايه المباراه السابعه اسس للتقدم, بالنسبه لنحس ان النهارده احنا الفرقه في تقدم كذا في الدفاع, في تقدم في الهجوم, الفرقه كلها لغايه ما نوصل ان شاء الله ونكسب السبع مباريات هتتعدل الصوره خالص. هتخش على الدورات اللي هي المجمع اللي هي البيستات, البيست الخمس جيمات
بيستو فايف ده هتحس ان الفرقه بقت اختلاف. هي برضو ممكن يكون المشكله ان الخمسه المصابين بيبقى برضو في خمسه مصابين في التمرين، بيدخل واحد النهارده بقى ده مصاب ده، فبقى العمليه مش في الجيم، الاصابات برضو مؤثره في التمرين طبعا. طب يا كابتن برضو خلينا طبعا ندي للنادي طلاء الجيش حقه، فرقه محترمه مدير فني محترم قوي والنهارده بصراحه يعني بيأدوا يعني جيم دفاعي بتهيألي جيد. راي حضراتكم ايه؟ طبعا بالامكانيات حكايه يعني زي ما احنا بنقعد نهد فيها ان وجود محترف، زي ما محترف في كل الانديه سواء في الزمالك او في الجزيره افريج 25 بوت، فانت لما تقول ان في تملك يعني او يبقى عندك لعيب يحط 25 كافريج، واخد بال حضرتك؟ يعني بتاع الزمالك في يوم ماتشنا حط 32 بوت، بس اليكس حط 38 يعني برضك دي كون ان هم يكونوا بهذا المستوى طبعا كويس. هي بصراحه يعني فرقه محترمه، ادائها في المباراه دي في الشوطين دولت والمباراه اللي فاتت اداء فرقه محترمه طبعا، معاه مدرب كويس طارق خيري، هو ما شافوش يعني ما راحش من اول موسم، هو راح قبل الدوره اعتقد اللي هي الرايح جيده، لكن الفرقه اعتقد على امكانياتها بتقاتل وصراحه فريق محترم محترم جدا. طب كابتن توقعات حضرتك يعني في 10 ثواني كده للشوط الثالث والرابع؟ الشوط الثالث والرابع اعتقد احنا هنفرق فيه، واعتقد ان احنا ممكن يبقى الكلام والاداء احسن في بعد المباراه ان شاء الله. لا يعني انا زي ما قلت وعندي رايي ان هي هتبقى وان سايد جيم ان شاء الله، وهيبقى فرق يعني انا اعتقد على الاقل 20 بونت ان شاء الله. نتمنى كده ونتمنى ده المفروض الطبيعي، نتمنى النادي الاهلي ان شاء الله ياخد خطوه لقدام ويبقى الدور ده زي ما كابتن رجب قال، احنا متفقين ان هم في تقدم وفي تحسن ان شاء الله مع رجوع المصابين الدنيا تبقى كويس. طيب اعزائي المشاهدين زي ما حضراتكم شايفين في الشاشه لحظات وتنطلق احداث الفتره الثالثه والرابعه، هنروح لمعلقنا الكابتن احمد مناع لنقل احداث الفتره الثالثه والرابعه من مباراه كره السله نادي الاهلي ونادي طلائع الجيش على صاله الامير عبد الله الفيصل بمقر النادي الاهلي بالجزيره في الدور الثاني لدوري السوبر، فإلى هناك.